اهو شوف. أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. طبعا في البداية كل سنة وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة طبعا أسرار الحياة، ودايما أسرار الحياة بيواجهكم أو بيجيب لنا حلقات من أسرار ضيوفنا، من نجاحاتهم، من إنجازاتهم. النهاردة بنتكلم عن تصليح وصيانة السيارات، إزاي أختار المركز المناسب اللي يعمل لي سيارتي كويس جدا وبضمير، إزاي أختار الصيانة المظبوطه بمعنى اصح عشان ما يضحكش عليا. احنا معانا ومعاكم باشمهندس عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ كله تمام 100 100. طبعا في البدايه انا حابه اتعرف بحضرتك اكتر ومركز حضرتك. انا اسمي عبد الرحمن السكري، مدير مركز واجن جروب سيرفيس، ده متخصص في السيارات الالماني. ممتاز. اللي هم عباره عن اودي وسكودا وفولكس وسيات. ممتاز جدا. خلينا برضو نتكلم عن حضرتك وخبره حضرتك، بقالك كام سنه في المجال؟ بص، انا دخلت المجال ده من 2012. ممتاز. لحد وقتنا هذا يعني متخصص في الاربع علامات دول. بقالي فتره حبه كويسين قوي. بدات في المبيعات الاول، بعد كده بقى انتقلت للمرحله الثانيه اللي هي الصيانه، اللي هم الاثنين بيكملوا بعض. ممتاز جدا. طيب مراكز الصيانه في مصر ما فيش اكتر منها، صح؟ فعاوزين نعرف بقى الخدمات اللي بتقدمها حضرتك تختلف عن اي مركز تاني. انا بقدم كذا خدمه للمركز. انا يعني بالنسبه للصيانه بعمل كل جميع صيانات السيارات. في مراكز تقول لك انا مش بعمل حاجات معينه، لا انا بعمل كل حاجه ريليتد بالسياره. انا بحاول اكفر الخدمه دي بحيث ان العميل يجي فاهم هو هيعمل ايه، او بمعنى اصح مش هيعمل حاجه ويروح يعملها عندي بالظبط. مش حاجه اقول له بس اعمل جزء عندي وبعد كده يطلع كمل بره، وهو برده حاجه تبقى ممله بالنسبه له، وهي هدك اصلا يعني. بس موضوع الصيانه وانت تفضي وقتك ان انت تروح للمركز ده، بعد كده تخلص تروح مركز تاني، فاللي هو لا انا عايز اروح مكان يبقى شامل، يعمل لي كل حاجه في العربيه. تمام. طيب برضو اللي احنا من ضمن الخدمات اللي حضرتك بتقدمها، بتقول ان حضرتك بتشتغل في 4 انواع سيارات فقط. تمام. فعاوزين برضو نذكرهم مرة تانية، وقطع الغيار موجودة وكل حاجة موجودة خاصة بيهم. طبعا أنا بشتغل في أودي وفولكس وسكودا وسيات. تمام. قطع غيار طبعا متوفرة، بستخدم قطع غيار يعني الأوريجينال أو الأفتر ماركت، اللي هي الحاجات يعني اللي هي البديلة. وكل ده تمام موجود يعني، يعني بنحاول نقدر نوفره على قد ما نقدر يعني. ممتاز جدا. طيب احنا طبعا معانا الصور بتتعرض ما شاء الله يعني. دي عربيه اللي هي المتنقله دي خدمه كده بنقدمها مركز، برده مش كل المراكز بتقدمها. دي عربيه صيانه متنقله. حلو. طبعا لو انت ممكن نيجي لك وانت في الشغل، مش عايز تيجي تضيع وقت تضيع وقت الصيانه، لا احنا بنيجي بنقدر نعمل لك خدمه الصيانه تحت البيت. حلو. تحت الشغل. دي برده من العربيات اللي كنا رايحين ناخدها ونرجعها تاني. عندنا برده خدمه دور تو دور، باجي لحضرتك باخد منك العربيه من تحت بيتك وارجعها واوديها اعملها صيانه في المركز وارجعها لك تاني، وتبقى خلصانه كل حاجه تبقى جاهزه. يعني حضرتك عندك عربيه صيانه متنقله، بس انا عربيتي عطلت في الصحراء، عطلت في اي مكان، هتصل بيك تجيب لي على يعني احنا مكاننا في التجمع الخامس. حلو. فبكفر طبعا قريه التجمع بمصر الجديده، مدينه نصر، مدينتي لازم تكون حاجز قبليها مثلا بيوم او يومين، لان مدينتي برده تبقى بعيده شويه، مدينتي او الشروق. تمام. بس نقدر على قد ما نقدر يعني، عشان برده نبقى قريبين للعميل، لان انت وارد لما بتحصل لك حاجه فانت عايز اقل حاجه مثلا نص ساعه 40 دقيقه ماكسيمم تكون عندي يعني. ممتاز. على حسب برضو الحاله اللي انت يعني فيها، فبنحاول نوصل اسرع وقت ممكن يعني. تمام. طب استاذن حضرتك، نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. مفيش مشكله. فاصل بسيط ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره تانية، ولسه طبعا مكملين حلقتنا مع باشمهندس عبد الرحمن ومع المركز. المركز بيقدم خدمه ممتازه جدا انا ما شفتهاش في اي مركز تاني، اللي هي السياره المتنقله لاصلاح وصيانه السيارات. يعني عطلت بيك في الصحراء ما تقلقش، عطلت بيك في اي مكان برضه ما تقلقش. نرجع لحضرتك مره تانية. نعم. الفكره جات لك ازاي ان تخلي في سياره يعني متنقله لصيانه السيارات حلوه جدا؟
يعني هي جات لي برضه عشان طبعا من واقع خبرتي في المجال اللي كنت شغال في المكان اللي كنت ممتاز. شغال فيه كان بيقدم خدمه زي كده، فانا حاولت برضه ان انا بالخبره اللي انا اكتسبتها ان هو اطور برضه في حاجه زي كده واسمع العميل. يعني انت لازم تسمع العميل وتسمع أكيد مشاكله ايه وتحاول تقدم له الخدمه اللي توفرها له واللي تساعده. يعني ممتاز. طب انا عايز ينفع تيجي لي تحت البيت، طب ينفع تيجي لي تحت الشغل، طب ينفع، طب خلاص، طب انا ينفع خلاص، يبقى انا لازم اجهز عربيه، هجيب عربيه تبقى كبيره تمام بحيث تاخد كل التولز كل المعدات اللي احنا بنشتغل بيها، ممتاز، وتبقى طبعا من ضمن مجهزة من كل شيء. مجهزه طبعا بكل حلو. حاجه للوارد. انا ممكن انت لو وانت عطلان انا مش عارف انت عطلان ليه، فلازم اكون جاهز بكل حاجه بحيث تمام. لما اجي لك يبقى جاهز ليك، ما بقاش بقى لسه بقى هجيب حاجه وفي حاجه نسيتها. فلازم تكون عربيه أكيد. مجهزه بسبيكس معينه، ودخلت طبعا اتفرجت على فيديوهات ازاي العربيه دي بتتجهز والعربيه حلو. دي تبقى فيها ايه، وحاولت يعني اجمع كل حاجه اقدر يعني اشتغل بيها يعني فيها. ممتاز جدا. أهم حاجة إن أنت تجمع الخبرة الأول في صح المجال وبعد كده تبتدي تشتغل. صح مليون. طيب نتكلم بقى عن الحوادث. عربيات كتير جدا لازم تدخل تحت بند التأمينات عشان تتصلح، وهل حضرتك بتشتغل تحت العربية، يعني العربيات اللي تحت بند التأمينات، ولا كل العربيات متاح إن هي إصلاحها؟ لا طبعا بشتغل مع التأمينات طبعا كلها، يعني بشتغل مع جميع شركات التأمين، ما عنديش أي مشاكل فيها خالص، حلو. ولا يعني التأمين أو مش التأمين كله بشتغل معايا يعني. ممتاز لا جدا. لازم طبعا أشتغل، يعني أنا لازم أوسع أي حاجة يعني تقدر تساعدني إن أنا أشتغل والعميل يبقى تمام، يبقى بالنسبة له مش عامل له مشكلة، لا أعملها يعني، بحاول يعني أسعى في أي حاجة حتى لو عندي مشاكل في أوراق سجل حاجات زي كده بحاول أعملها بحيث ما يبقاش عندي أي مشكلة في أي حاجة. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه من باشمهندس عمرو. الو الو، مساء الخير. مساء النور على حضرتك، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام بخير، ازيكم عاملين ايه؟ نورتنا طبعا وشرفتنا. شرف عايزين ليا، بقى ربنا يخليك. نتكلم مع حضرتك في تجربه حضرتك مع باشمهندس عبد الرحمن ومع المركز. طبعا باشمهندس عبد الرحمن من اشرف ومن انظف المعارض اللي احنا اتعاملنا معاهم في مركز الصيانه، تمام. كانت تجربه يعني كويسه جدا في السيرفيس وفي المواعيد وفي الاسعار وفي كل حاجه يعني ممتاز بصراحه. جدا. يعني لقيت التجربه كل كانت حاجه حاجه متسهله، ما يقولكش انا مشغول انا مش فاضي الكلام ده كله. لا لا خالص، لا 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 خالص، يعني الموضوع حلو جدا. كان في طبعا دور في كيو بنستنى ميعادك كذا، بناخد الميعاد بيلتزم بيه، والميعاد بيبقى بنيجي في الميعاد اللي هو تمام متفق معانا عليه، والحمد لله الموضوع بيخلص يعني في اسرع وقت يعني. تمام يا الله. تمام بس حضرتك، طبعا رأي حضرتك يعني اكيد الاستاذ فرحان بيه، وحاجه جميله ان حضرتك تعمل مداخله وتشكر في شغله او في مركزه. لا طبعا ده حاجه هو يستحقها يعني، انا مش بقول حاجه بجمل ولا بقول كلام زياده، لا دي ده الحقيقه يعني، وده الواقع اللي انا جربته يعني كتجربه شخصيه. تمام. طبعا انا بشكر حضرتك ونورتني وشرفتني. شكرا نورتني. شكرا ليك شكرا ليك. انا حابب اقول لحضرتك حاجه، ان انا بعامل كل العملاء حلو ان هم عيلتي تمام، اصدقائي، اللي هو ممكن نبقى في الاول اللي هي دي عربيتي. دي حلو. عربيتي دي كذا، يعني حتى لو انت مثلا انت مش شايف حاجه انا شايفها انا هقولها، انت لو جاي لي حاجه غير الحاجه وانا لقيت حاجه مختلفه انا هعمل اللي انا شايفه، لان دي عربيتي اكنها زيها زي عربيتي، ان انا وارد تحصل اي حاجه فجاه مره واحده اللي ارضاهولك في عربيتي لازم ارضاهولك في عربيتي يعني. تمام. احنا يعني فكلهم مكسر، ممكن العملاء مثلا بتوعي كلهم يبتدوا ناس عاديين، ناس راندم جدا ما نعرفهمش خالص، بس بنعمل بقى علاقات معاهم كويسه جدا ويبقوا عيله واحده يعني كلنا اكيد بالظبط. طبعا العلاقات اهم حاجه في اي حاجه. ده حقيقي طبعا. طب خلينا برضو نتكلم عن جزئيه ان حضرتك بتقول بعتبر ان العربيه دي عربيتي، يعني حضرتك جاي يعني تعمل حاجه بسيطه في العربيه ولقيت حاجه تانية عايز تعمل، بتعملها وتبلغ العميل ولا بتسيبها كده تعمل كده. شغلك بس اللي انت جاي عليه؟ لا كده كده بقى يعني اللي انت جاي لي عليه بقول لك مثلا انت خلاص مفيش مشكله اعمل، بس انا لقيت حاجه لازم اعملها قبل اللي انت جاي عليها يعني، تمام. ما ينفعش يعني لا، فانا هبلغك وهقول لك هعملها حتى لو انت عندك مشكله في اي حاجه، لا انا لازم اعمل الصح حتى لو ما في مشكله مثلا في البيمنت، ما فيش مثلا مش عامل حسابك كنت جاي تصلح العربيه ببادجت معينه تمام. كبرت شويه، لا خلاص انا ممكن استناك وممكن نقسم نعمل اي تقسيط نعمل اي حاجه بحيث ان احنا نعمل الصح يعني، تمام. في الاخر حلو لازم نعمل جدا. الصح فوق اي حاجه. ممتاز. نتكلم برضو في تصليح وصيانه السيارات والحوادث. فكره ان انا عربيتي تعمل حادثه فانا محتاج عربيه تنقلها او ونش ينقلها من مكان الحادثه لمكان، في كتير جدا مراكز تقول لك انا مش متاح عندي الونش، فهل متاح عند حضرتك طبعا ولا طبعا متاح؟ متاح طبعا طبعا. حلو. عايز اقول لك انا كمان مش عامل بقى الونش كمان طبيعي، لا انا عامل ونش خاص مثلا في بقيه التجمع،
يعني مش هجيب لك وينش مثلا في ممكن ناس تكون عم متعاقده في وينش مثلا في اريا بعيده عن المنطقه اللي هو فيها، ممتاز عشان ما ياخدش وقت معاه برضه ويزهق. انت اصلا لما بتحصل لك حادثه انت اصلا بتبقى نفسيا ومتضايق ومتعصب طبعًا. وممكن طبعًا. تكون واقف في نص الطريق، ممكن توقف في حته، فمش عارف اللي هو لازم الحق على اسرع وقت ممكن، مش عارف تروح فين وتيجي منين. فلازم ان انا اطمنك ان انا جنبك وانا موجود في ثواني هكون عندك. اقول لك حاجه، ممكن انا اجي لك شخصيا واقول لك خلاص سيبها لي لو انا هخلص لك كل حاجه، يعني اللي هو الموضوع ممتاز. لازم يعني الواحد بيبقى عارف اللي هو بتقف جنب حد يعني ده في موقف مش احسن حاجه طبعا هو فيها، فبتحاول تساعده على قد ما تقدر يعني. ممتاز. طب احنا معانا مداخله تليفونيه تاني. دكتور مصطفى، الو. ايوه خير، مساء النور على حضرتك يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، الحمد لله. عاوز بقى ايه تكلمنا عن تجربه حضرتك مع الباشمهندس؟ لا والله انا عارف الباشمهندس من فتره طويله قوي، كان عندي مشكله في العربيه. تمام. وبصراحه لفيت في اماكن كتيره قوي حتى التوكيل، وكنت بسمع اسعار تعرفك عارفه الدنيا دي بنت والاسعار كتيره جدا. فتعاملت مع باشمهندس عبد الرحمن، وكان في كمان قطعه غيار ناقصه، فتعاملت معاه وجاب لي كل حاجه والاسعار كانت كويسه جدا، وبقى لي شويه ماشي وجربت طبعا السيرفيس. طب حلو، يعني انت مجرد ما احتجت قطع الغيار قال لك موجوده ومتاحه ومش روح اشتريها من بره وانا اركبها لك والكلام ده؟ لا موجوده ومتاحه، وجاب لي اسعار طبعا يعني كومبيرت مع الاسعار بتاعت التوكيل كانت كويسه جدا، والسيرفيس كانت كويسه جدا الصراحه. فبس بقالي فتره طويله بتعامل معاه يعني ومرتاح جدا. ممتاز جدا. طبعا انت شرفتنا بالمداخله الجميله دي ونورتنا حضرتك، شرفتنا. ايه الجمال ده؟ طب حلو والله، يعني انا قطع الغيار عندي متاحه وكل حاجه متاحه، انا مش هروح لبعيد. لا يعني وبعدين بدي كمان خدمه، بدي لك ضمان عليها يعني. ممتاز. حتى مش بكملش بركبها لك واقول لك خلاص، لا ما هو طالما انا جبت لك قطعه غيار يبقى انا بتكلم في ضمان. ضمان ده الشركات بتتعامل بيه مش المراكز. لا ما هو لازم احنا برضو نبقى قد الثقه وقد كلامنا وقد كل حاجه، ان احنا قاعدين في المكان. لا مش بدي يعني، في مراكز تقول لك هات قطعه الغيار وانا اعملها لك وانا اركبها لك بحيث هو بيعمل كده عشان اللي هو ايه، مش عايز اخد مسؤوليه اي حاجه. أيوة لو حصلت اي حاجه، اصل انت اللي جايب قطعه غيار، انا يا دوبك انا بركب. صح. لكن انا لا، انا بجيب لك قطعه غيار وادي لك ضمان عليها واضمنها لك، ولو في اي حاجه بتاعتي. ما هو لازم يعني تشتغل كده عشان تاخد يعني قاعده عملاء اكتر وتبقى عندك مصدر ثقه اكتر. تمام. فكره برضو قطع الغيار، احنا بنلاقي تقليد كتير جدا، اي حاجه ليها تقليد. طبعا. فانا اختار لك قطع الغيار المناسبه لعربيتك والاصليه، دي حاجه برضو مش سهله. لا صعبه جدا، صعبه جدا في الظروف اللي احنا فيها دي كمان. فطبعا طالع حاجات تقليد كتير، والحاجات التقليد دي طبعا في حاجات كتير ما تنفعش تستخدم في عربياتنا، ان أكيد. عربياتنا حساسه قوي كمان. فاللي هو ما ينفعش، لازم يبقى الاوريجينال يا اما البديل اللي زي الاوريجينال، غير كده هتبقى في مشكله في العربيه. والعربيات ما بقتش رخيصة خالص دلوقتي، العربيات راحت في حتة تانية خالص. تمام. فكله يحاول يحافظ عربيته على قد ما يقدر ويدي لها كل حاجة مضمونة 100% يعني. فكله يعني كله في عربيته دلوقتي يا دوبك يقدر يصلحها دلوقتي. ممتاز جدا. طبعا احنا معانا مداخلة للمرة التالتة، أستاذة غادة. ألو. ألو. أستاذة غادة ازي حضرتك؟ ازيك، عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ طبعا باشمهندس عبد الرحمن منورنا ومشرفنا، وعاوزين نعرف بقى رأي حضرتك في المركز. الو، معايا حضرتك، بقول لحضرتك عاوزين نعرف راي حضرتك في مركز باشمهندس عبد الرحمن. لا بصراحه من احلى الاماكن اللي انا بصراحه دخلتها، وطبعا هما بيهتموا بكل حاجه من اول ما بتخشي عندهم، بيتابعوا وبيبصوا على العربيه، بيشوفوا هي محتاجه ايه، بيتعمل لها يعني بيشيكوا على كل حاجه، بحيث ان انت لو عندك كمان مشكله وفي حاجه تانية مش ظاهره في العربيه بيقول لك على كل حاجه. طيب باشمهندس عبد الرحمن في الكواليس بيقول لي انا ما بسيبش حد غير لما اعلمه العربيه الا ممكن لو حصل فيها حاجه بسيطه ان هو يصلحها بايده، هل ده فعلا ولا هو حابب بس يعمل شو؟ لا طبعا دي حقيقه، ده غير كمان ان هما من الناس من الاماكن اللي بتفضل مستمره في المتابعه حتى بعد كمان لما بتمشي من المكان، بيفضل على اتصال عشان لو في اي مشكله ظهرت في العربيه، وده حاجه ما حدش بيعملها كتير يعني. اكيد طبعا معظم الاماكن لما بتروحيها بعد ما بتمشي من هناك خلاص، لكن هم عندهم متابعه كمان قويه جدا يعني. ممتاز جدا. بس فدي من الحاجات المميزه اللي في المكان يعني. طبعا حضرتك شرفتيني ونورتيني بمداخله حضرتك الجميله دي، شرفتيني. فكره ان انا اتابع مع العميل او ان انا اعلمه لو حاجه باظت منه يقدر ان هو يصلحها بايده، دي يعني فكرة خارج عن الصندوق تماما. بص، هي الفكرة ان هو وارد مثلا حاجات بسيطة، مثلا نقول مثلا الكاوتش نام،
فين العدة؟ طيب هي اصل البنت لو واحده بنت بس مش عارفه اصلا انا كبنوته هعمل ايه، هستنى حد يوم يجي يساعدني بالظبط. فلا فانت على الاقل يبقى عندك شويه حاجات كده بسيطه، تعرفي فين العده، فين الكوريك، لوك العجل فين، حاجات زي كده تقدري تطلعيها بحيث لو حد جالك يقدر يساعدك. تمام. يعني اللي هو انا مش عارفه العربيه فيها ايه. لا لازم انت عارفه كل حاجه. لازم اعرفك شويه حاجات كده معينه اللي هي تمشيكي لحد ما حد يقدر يساعدك. ممتاز جدا. طبعا ده مش يعني مش من اولويات حضرتك، بس حابب تعملها حاجه منك للعميل. بالظبط. يعني مساعده منك للعميل. انا احب على يعني ما تبخلش على حد بحاجه يعني. تمام. يعني اي معلومه انت عايز تعرفها دلوقتي يعني تقدر تعرفها، فخلاص طالما الدنيا مش يعني تقدر تعرف المعلومه فليه ما اعلمهمش يعرفوا، بحيث انا مش موجود، انا ممكن اكون مسافر او اي حاجه. تمام. يعرفوا يتعاملوا يعني. في اللي يقول لك انا مالي، انا هوجع دماغي ولسه هعلم، انا بعمل لك حاجه وشكرا على كده. لا لا دي مش زي ما قلت لك، دول كلهم اصحابي وكلهم. تمام. يعني قرايبي وكلهم، فاللي هو لا ما اقدرش ابخل عليهم باي حاجه، لو عندي اي معلومه هعرفها، لو حد عايزني اعرف له معلومه مش عندي بحاول اعرفها وابلغه برده بيها يعني. طب ممتاز جدا والله. خلينا برضو نتكلم عن فكرة التواصل مع حضرتك بتتم ازاي ما بينك وما بين العميل. يعني بيبقى التواصل كله طبعا على كل الفيسبوك، انستجرام، وكلهم بقى صحاب صحابي، فبيبقى ده علاقات كلها. علاقات حضرتك. طب ممتاز جدا. طيب العميل وصوله ليك اكيد بيكون صعب شوية لان عندكم ضغوطات شغل، فازاي بتقدر حضرتك تظبط شغل حضرتك ما بينك وما بين حياتك الخاصة؟ ان في كتير يقول لك انا مشغول، او انا النهارده اجازه مش هرد على التليفون، فوارد العربيه عملت حادثه فانا محتاجك انت دلوقتي. يعني عايز اقول لك انا ببدا شغل مثلا من الساعه، يعني انا بصحى بدري، من النوع اللي بصحى بدري وبنزل الجيم بتاعي بدري، بحب اخلص كل حاجات الصبح بدري. ممتاز. لان انا اول ما بخش في الشغل خلاص بقى يعني ممكن لحد الساعه 12 بالليل، 1 بالليل، 2 بالليل. تمام. ابقى قاعد شغال يعني، فببقى قاعد على طول اونلاين يعني شغال. وطبعا عندنا الحجز، لازم تحجز طبعا قبل ما تيجي. تمام. بحيث انا اكون مجهز الحاجه اللي هشتغل فيها، قطعة غيار اللي هشتغل فيها، لان مش كل قطعة غيار طبعا تبقى موجوده عندي برده. اكيد طبعا لازم يكون كل حاجه عندك قبلها. يعني عشان برده اوفر لك وقتك واوفر لك وقتي، ويبقى كله يعني يخلص في اسرع وقت ممكن. ممتاز. بوجهه نظر حضرتك صيانه العربيه من كام لكام يوم؟ يعني انا عشان اعمل صيانه العربيه لازم اخد فتره من الثانيه، الفترات اللي اخدها قد ايه؟ بس احنا عندنا احنا بنمشي على السكادجول بتاع التوكيل. تمام. اللي هي نقدر نقول مثلا انت الصيانه بتتعمل كل سنه. تمام. اللي هو الزيت ال 10000. حلو. يا اما 10000 كيلو يا اما 6 شهور. ممتاز. تمام. ايهما اقرب، ده او ده؟ تمام. فبتبقى هي العربيات كلها بتاعتنا بتبقى فيها بتطلع لك على الكمبيوتر دلوقتي وقت الصيانه، دلوقتي انت خلاص دخل فاضل لك مثلا. تمام. شهر شهرين وتبقى تعمل صيانه. برضو فكره تغيير الزيت. مم. عايزين نعرف برضو المدة، لأن في اللي بيسيبها. لا 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 لا. بص الزيت دلوقتي بقى مربوط بتاريخ صلاحية. طبعا ما ينفعش طبعا أحط زيت وأنت مش عارف أصلا البرودكشن ديت بتاعه، هو أصلا منتج بقاله قد إيه. أنا لسه هسأل حضرتك. طب ما نعرف إزاي أنا عميل غلبان مجرد زيت بشتريه بحطه وخلاص شكرا على كده. لا أنا عايز أقول لك، أنا لسه كان عندي عربية فيها مشكلة بسبب إن هو حط زيت. حتى مش هقول لك بقى اللي هو تاريخ إنتاج بتاعه كان قرب يخلص، لا ده هو كان أصلا مضروب مش أوريجينال. تمام. والنتيجه طبعا اللي حصلت ان العربيه جابت موتور. اكيد طبعا. ده لا اكيد حاجه مش تبعها هتدمرها. لا 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 في ثواني. عربياتنا حساسه جدا، لو فيها اي حاجه غلط حاجه بسيطه يعني. أكيد. عربيه جابت موتور بسبب ان هو حاطط زيت مش هو مش عارف ان هو مش عارف. حاجه بسيطه جابت حاجه كبيره. جابت حاجه كبيره. هو يعني كان ساعتها كان مش عارف، كان في حته كان بعيده شويه عن المنطقه اللي هو ساكن فيها. فاضطر يخش يعمل الصيانه في مكان طبعا مش موثوق فيه، فحط له زيت مش اوريجينال او مش الزيت اللي هو المطلوب من الشركه ان احنا نستخدمه، فطبعا النتيجه ان هي جابت موتور. تمام. برضو فكره ان العميل يتواصل مع حضرتك ويلاقي حضرتك مشغول، لان دايما عميل يقول لك انا عاوز باشمهندس عبد الرحمن. ما هو في غيره؟ لا انا عاوز باشمهندس عبد الرحمن. فحضرتك ازاي بتقدر ترضي العميل؟ يعني العميل لا بحاول اقول له يعني بص كلهم بيتفهموا ان احنا التصليح عندنا بياخد وقت، ولازم يكون عندك بال رايق يعني. وعندك طول بال رهيبه يعني لازم. لان الموضوع اللي هو ايه بيبقى معقد شويه مش 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 سهل يعني. تمام. لا في عندنا عربيات بتبقى معقده جدا والشغل فيها بيبقى حساس، اكنك بتعمل عمليه جراحيه قلب مفتوح. طبعا لما بتبقى فاتح فيها شغل خلاص انت الموضوع بتبقى حساس، واي غلطه ممكن تبوظ حاجه تانية. فاللي هو هم متفاهمين ان احنا بناخد وقت في شغلنا، واللي هو اصبر علينا شويه. يعني ادي لنفسك فرصه واديني انا فرصه اشوف لك شغلك. بالظبط عشان اديك شغل حضرتك حلو. حضرتك يعني من كلام حضرتك الجميل قلت لي ان انا باخد معادين فقط لا غير في اليوم او ثلاثه على ما اعتقد. باخد كده المواعيد اللي هي الحاجات الصيانات العربيه المتنقله، هو معادين ثلاثه مش اكتر من كده، بحيث ان انت ما تستعجلش تقول لي ده انا عندي حد تاني هخلص ده بسرعه واروح لده. لا لا كلهم لازم ياخدوا وقتهم
مظبوط، وانا لازم اخد وقتي قبل وقتهم. تمام. لان انا اللي بعيش اشتغل في العربيه، فانا اللي اقدر اقدر الشغل. فلازم يعني اكون مركز جدا ومرتاح جدا في الوقت، ومرتاح نفسيا ومرتاح عقليا ومرتاح كل حاجه، بحيث تبقى يعني احنا برضو بنحاول نعمل برضو مع الناس اللي شغاله معانا ان احنا نبقى عاملين بيئه كويسه وكلنا مع بعض اصحاب، كلنا مع بعض كويسين، بحيث ان هو يبقى كلنا نشتغل يعني ارتاح لك في التعامل، مسلمك عربيتي اللي هي حياتي كلها تحت ايديك ومش خايف عليها. بالظبط. حلو جدا. طبعا يا ريت بس لو نعرض الصور مره تانية، خلينا برضو نتكلم عن مميزات المركز. احنا قلنا المراكز في مصر كتير جدا ومفيش اكتر منها، كلمني حضرتك بتتميز عن غيرك ازاي، او بمعنى اصح تقدر ان انت ترد على اللي هم المنافسين ازاي؟ بس اهم حاجه تعمل تشخيص. احنا عندنا يعني الحمد لله موضوع التشخيص العربية. الاعطال او حاجه بيبقى مظبوط. تمام. لو عملت تشخيص مظبوط يبقى انت عملت تقريبا 80% من الشغل، الباقي كله بعد كده سهل. تمام. مش بقى اللي هو بتعمل حاجه، لا اصل طلعت المشكله من الحته دي، لا اصل طلعت كده، لا، من بقى التشخيص ده مظبوط عملته صح يبقى خلاص بقيت الشغل كله هيبقى تمام، عملته غلط يبقى انت بوظت كل الشغل. فدي احنا يعني مش بتيجي طبعا بالسهل، يعني بتيجي عن واقع خبره كتير قوي في الموضوع ده. المشكله دي عدت علينا قبل كده كتير، فعارفين طبعا المشكله دي فين. فدي اكتر حاجه بتميزنا يعني في الموضوع ده. طيب خلينا برضو حضرتك نتكلم، نخرج على موضوع ان حضرتك شغال في 4 عربيات فقط لا غير. انا واثق فيك وجيت لك وقلت لك انا عاوز قطع، يعني قطع غيار العربيه دي، والعربيه دي مش تحت بند او مش من العربيات اللي بتشتغل فيها حضرتك. هل بتنصحني ولا بتقولي خلاص انا ما بشتغلش فيها وشكرا على كده؟ والله بصي يعني بتجيلي حاجات زي كده كتير. انا واثق في عبد الرحمن وما بيننا صداقه. هي دي بقى بتبقى مشكله بقى بالنسبه لي. هو كله بيجيب لي كل العربيات. طب انا شغال في دول بس، انا شغال في دول بس، فانا عارف دول بس كويس جدا. اي حاجه تانية مش هكون يعني مش عندي خبره فيها، فمش هقدر افيدك. بس لو حاجه مثلا بسيطه يعني حاجه سهله، مثلا لو عايز نعمل لك مثلا تير فرامل مثلا، ممكن اعمله لك سهله. تمام. يعني حاجات اللي هي ايه، هشيل واحط. انما مثلا ما تجيليش مشكله في العربيه وانا مش عارف هي مشاكلها ايه. ما كل عربيه خلي بالك بتبقى ليها اكيد مشكله معينه فيها مكمله فيها، عارف حاجه تاني. حاجه زي حاجه مزمنه. يعني العربيه دي مثلا فيها حاجه على طول فيها نفس المشكله دي على طول. تمام. فهي في كل العرب كل البراندات الثانيه بيبقى ليها نفس الحاجه دي، فانا مش عارفها قوي، فمش هقدر يعني مش هقدر افيدك. بس لو عندي بقى عند ناس اصدقائي في المجال، لا ممكن اعمل لك ريكومنديشن، روح المكان ده، روح ده هيساعدك كويس، وانا هكلمه في التليفون وهتابع لك العربيه معاك وكل حاجه. واسطه. حلو الواسطه يعني لازم برضو يعني طبعا لازم يكون في واسطه ما بينك وما بين حد، او علاقات. حياتنا كلها هي علاقات. هي احنا كلنا سيركل واحده، كلنا بنشتغل في حاجات معينه، فاللي هو كلنا بنبقى عارفين بعض، فهو برضو بيجيب لي حد وانا بجيب له حد والدنيا تمشي يعني. ممتاز. طيب نتكلم بقى في فكره الصفحه. الصفحه تم انشائها من امتى؟ يعني الصفحة ممكن نقول مثلا بقالها 3 سنين مثلا دلوقتي. 3 سنين وعاملة الشغل الجميل ده ما شاء الله على حضرتك. لا حلو ممتاز. طب ما لقيتش حد دخل كده ده يعني كتب كومنت كده سخيف؟ والله عايز اقول لك احنا كنا فاتحينها كومنتات طبعا كل الناس تكتب، بس طبعا احنا شعب لذيذ ودمه خفيف، يعني بيحبوا في ناس بتكتب واحنا بنحب نرد عليهم يعني على قد ما بنقدر يعني. سيب اللي يتكلم يعني، يعني مش حاجة بتضايقنا يعني. اكتب كومنت حلو عادي بنستقبله، كومنت وحش بنحاول نسمعه. انا متقبل كل شيء. عادي انا جاهز. يعني. لا عادي. تمام. مش بيضايقنا يعني حاجه زي كده يعني، بالعكس. لا طيب انت نورتنا وشرفتنا بجد، شكرا ليك. مركز حضرتك عاوز حلقات مش حلقه. يا رب. ايه كلمه شكر في السريع تحب تقدمها لي؟ والله بشكركم جدا على يعني ان انتوا جبتونا معاكم هنا، ويعني بجد يعني شكرا ليكم، شرفتنا ونورتنا. شكرا. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا معانا، بس حاجه بسيطه كده لبرنامج قعده صحاب. طبعا البرنامج ده من بدايه برنامج اسرار الحياه وهو شغال ما شاء الله، 2 عمري ما شفت زيهم، نيفين نصر ودعاء الخطيب، بجد من الناس الجميله، الناس المحترمه اللي موجوده في المجال. تقدروا تقولوا عليهم اختين، مش زمان مجرد برنامج فقط لا غير. كل التحيه وكل التقدير ليكم، لاني عمري ما شفت زيكم، وبجد انا بعتبركم قدوه في الصداقه، قدوه في الاخوه، في كل شيء. تحياتي ليكم، واستنونا في كل جديد من برنامجكم اسرار الحياه.